أفهم تتمنى لكم رمضان كريم. نول أفهم. رمضانكم مبروك سعيد مرة أخرى على طيلة الحصة. باش نقعد أقول لكم إن شاء الله رمضانكم مبروك وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي ونزيدوا نحسوا رمضان كي نخرجوا للشارع التونسي ونشوفوا كل حشيشة رمضان. ما فهمتهاش لتو خليقة ولا صنيعة على حشيشة رمضان. كل واحد يتكلم يقول لك تي ما حشيشة رمضان تي ما حشيشة رمضان. يا نور يا محشة ولا ليه؟ لا إن شاء الله رمضانك مبروك. عايشك سنين دايما. لاباسة؟ الحمد لله. يعطيك الصحة على الإطلالة. خلينا قبل كل شيء ما نبداو في موضوعنا. يعطيك الصحة على اللبسة المزيانة من إيديات مدام نهاد زادة باش نوجه لها تحية ونقول لها رمضانك مبروك. احكينا شوية على اللبسة. على لبسات هذوما. هذه عباية نلبسوها هكا في التقليدية رمضان في العيد اني سامبل تلبس حاجة نوار ملوطة وبراتيك تك 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 يا انا وياكم بكري تك تك زادة بيها. يعطيها الصحة بالحق عملوا طلع على الباج فيسبوك شي يعمل الكيف اللي هي والدة نورهان ديما في المناسبات الكل تلبسنا. شكرا لك يا مدام نهاد من جديد ونشكر امي نعيمة زادة برشا وقولها ان شاء الله رمضانك مبروك وما تسيمش يا مدام نعيمة خاطر راهو ما يحقش عليك السير. راهو بالله بربي 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 اللي عندهم كبار ما تخليهمش يسيموا عندهم امراض مزمنه والطبيب يقول لهم ما تسيموش ما تسيموش بربي ما تكسحوش روسكم راهو حتى ربي ماهوش باش يتقبل منكم. ان شاء الله ربي يتقبل منا جميع الاعمال ولكن ربي ما يقولكش امشي للتهلكه امشي ضر بدنك امشي ضر روحك. لا 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 ربي رأف بينا وديننا دين تسامح ديننا دين يسر ماهوش دين عسر. بربي سيسوا على بدنكم وسيسوا على رواحكم. نورهان اليوم حديثنا على حشيشه رمضان وعلى كل غش الزايد. العادات العجيبة بالحق بالخص في الكوشة العشية ولا قدام المرشي ولا حتى لا في الامبوتياج ولا حاجة. لا أنا الصباح لقيت كي خرجت مع 9:30 الدنيا فارغة استغربت قلت شبيه الحوانت الكل مسكرة الحوانت الكل الشارع كامل ما في حد حد كان أنا ورجل آخر استغربت قلت اش فما يا أخي العباد بدلوهم الكوكب آخر خلوني لهنا ولا قاعد ترقد ولا كيفاش راقدين راقدين يا جماعة يظهر لي خاطر باش مسلسة نقوم مأخر نقعدوا مأخر شوية حسيت روحي. لا بالحق قوموا واستفتحوا ونعرف الخدمة تكثر العشية مما فيها بيس هكا رش شوية ماء قدام الحانوت شو يقول من الذبابي حتى كل وردات والحبقات قدام الحانوتة وهكا رش وخلي البركة تنزل إن شاء الله. حديثنا على حشيشة رمضان نرجع لها مرة أخرى. حشيشة رمضان كي نقولوا رمضان نقولوا شهر العبادة والصيام شهر البركة والخير والشهادة. أما كي نقولوا رمضان زادة نقولوا تصرفات التونسي الغريبة والعجيبة اللي لا عندها لا ساس ولا راس يوريك شوية من الخور نار في الشارع ولا في الدار وقال شنو حشيشة رمضان تنرفيس وغش وشريان شبوك. أما على رايك براتنا الحشيشة سببها عويد غلطة خارجة على العادة عويد على طول العام ويخرج خور نارها في رمضان. الحشيشه يا سيدي اسبابها الافطار الافراط في الماكله وقله النظام في الافطار تلقاه ياكل كيما يحب ووقت ما يحب وكيف يجي سيدي رمضان يكدس الماكله على السفره فمش ما يغطي جوع النهار. خلي عاد اللي حشيشته على الدخان تلقاه عينيه مغمضه يستنى وقتاش يقوم الاذان باش يعمر راسه فمش ما تنقص له جيعه وتتنحى الدوخه. واللي ماذا بيها على تعسيله اما الغالب ما يلقاش له النوم حيله وكيف نتبعوا الحكاية حل الصورة تلقى خيط وتفهموا اللي هالرواية كلام غلط جايبونه من حيط. ويا لله حشاها الصيام وحشاها سيدي رمضان الحكاية وما فيها الإحساس بالجوع ونقص الكافيين والنيكوتين يأثروا على الأعصاب ويعيشوا مولاهم نهار كامل في شقا وعذاب. ما لا صليوا على الحبيب ووسعوا بالكم في النهار وتذكروا ليها الشهير الفضيل فرصة في العام نتذكروا بها المحتاج والفقير ونتفقدوا فيها الجيران والأحباب وفرصة للتوبة والطاعة والعبادة والتقرب أكثر لربي وإن شاء الله صيام مقبول وذنب مغفور ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه يا نورهان على الكلمتين المحليهم. الحقيقه ممكن انت توزت تعليت لهم في حشيشه رمضان اكثر واكثر. نقدموا الكلمه ونرحبوا بها برشا برشا في حراير تونس كوتش فاطمه الفرشيشي. حراير تونس حره من حرايرنا اللي ديما مرافقتنا وتنورنا ونقول لها ان شاء الله رمضانك مبروك يا كوتش. ربي يفضلك ان شاء الله رمضانكم انتم مبروك ومحريها هتسلطينا اللي عشنا معاها سوا مع نورهان. اي ريت انا 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 نضيف عليها نقول لها رمضان مش شهر المصروف والشري ما هو شهر الرحمه وسع البال والصفاء. صحيح رمضان رمضان التسامح رمضان للروحانيات رمضان للتقرب لله رمضان اللي تزيد فيه الاجر ان شاء الله رمضان صله الرحم والتسامح هذايا اللي تعودنا به. ولكن يا كوتش اليوم كما كانت تحكي نورهان كل واحد يشري في مشكله كيكه حتى على كلمه ما ضحكتليش كي قلت لي صباح الخير ما نعرفش واش بيك ماكش ما ندرى كيفاش كل واحد يلقى لك حاسيل وعله باش يقول لك عندي حشيشه رمضان. شنو حكايه حشيشه رمضان؟
حشيشة رمضان هذه اللي معنيها الكلمة اللي متداولة ومتعارف عليها سنين سنين وكبرنا بها احنا. حشيشة رمضان اللي هي يختزلوها في حاجتين، القهوة والدخان، ولا يقول لك هذا يتغشش ما يتيح له السكر، ولا ما ينجمش يقعد بلاش ماكلة بلاش ماء بلاش ندري شنو، لكن كلها تصب في خانة واحدة اللي هي خانة معنيها المكروه، الحاجة اللي ما نحبوهاش احنا تكون موجودة في سلوكنا خاصة في الشهر الفضيل. هو جميل نراو ساعات تلقى التصرفات نتاع العبيد معناها ماهيش منضبطه في رمضان ولا مش في رمضان. فباش نجيبوا هالحاجه هذه شو نقولوا احنا؟ يلزم تجديد النيه، ديما نقول حطوا نيه رانا احنا صايمين، راهو ما اللي تعمل فيه والحشيشه والغش والتبع هذيه والتبع هذيه راك تفسد بها صيامك، يعني تكون في حاجه بسيطه على الاخر. صحيح ما تفسدش صيامك بغش والا هكا بحاله فوضى تصير في الشارع ساعات، حتى على حاجه هكا تتعدى مش في وقتها، ولا حتى في الامبوتياج يقلقوا شويه يدوروا يعاركوا في بعضهم والسياح وحاجات غريبه يقلقوا برشا. وهي راهي تعلى لانه عوضا تجيك الرحمه كما قلنا على شبدينا، قلنا شهر الرحمه والسفيه، وذاك الرحمه واللي معناها ماخذه بالخاطر وتعطي لذيك وتسيب لذيك، ليه تولي الانانيه المفرطه، يولي كل واحد ماذا بيه هو روحه، هك الرغبة والجشع الحقيقة هو الشيطان ينعلو يخزيه يحضر فك اللحظات ديك باش يزكي ويقوي هك النزعة نتاع الأناء في الشخص الواحد. دونك ماذا بينا احنا الأخلاق، احنا مطالبين كان بالأخلاق، إذا نسميه الأخلاق نتاعنا باش ننجحوا صيامنا. راهو هل الصيام هذايا إذا كان نشوفه مش الفايدة كيما مثلا تقرأ القرآن، مش تقرأ هكاك كلام، التدبر. فالتدبر من الشهر الفضيل هو كونك تحس بالآخر، كونك تتعلم الرحمة، أكل نفس يزمها تنكسر وتتذلل للمولى عز وجل وتساعد الآخر. رو الرحمة هي من الأشياء المطلوبة، ويعطيك الصحة وربي يبارك لك أنت معنيها بديت بالكبار وصيت على الكبار على الصيام. أنا نزكي معنيها الدعوة نتاعك، ونزيد نقول لهم بربي وسعوا بالكم معاهم في سيدي رمضان لأنكم نعرفوا صايمين وباش تحضروا عشيكم وكل، لا قوموا لهم بالواجبات نتاعهم اليومية اللي من فطورهم الصباح فطورهم مثلا نص نهار وقتهم، وسع البال مع هذوكم وسع البال مع الصغيرات. راهو من أكثر الحاجات ومن باقة الورود والديامونت اللي تحطوها على روسكم في الشهر الفضيل وتقابلوا بها ربي نهار اخر ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحة يا كوتش، ان شاء الله رمضانك مبروك، وانت زادة ما تجهزش روحك برشا في الدبارة يا كوتش. والله اجي نقول لك ناكلوا محذر، الحمد لله احسن حاجه ناكلوا محضر، خاصه باش نقولوا لا غليت لا رخصت، هي هذيك هي الحياه اللي يجي يززي. الحمد لله كما قلت انت يا كوتش، ناكلوا محضر ونلبسوا مسطره ذي على قول نورهان بكار ديما. يعطيك الصحه من جديد. اوي يعطيك الصحه يا كوتش، ان شاء الله شويه طيبه ليك ورمضانكم مبروك، وتحيه ليكم تحيه كبيره. الله يخليك، شكرا ليك. هاكا سيدي رمضان جينا نورهان في نابل مع الزهر، مع تقطير الزهر، بدينا في موسم جني الزهر وبداو نشوفوا في كل دار بين الزهر، كل واحد يجمع شوي شوي يضر ينحيه، كان يمشيو كل مره وراجل كي يجمع شويه الزهر تويكا خير من اللي يقعدوا يعملوا مشكلة خيرة. يظهر لي يا سيدي إن شاء الله رمضانكم مبروك، وإن شاء الله شيء طيبة. هكا الدبارة بدأت تهبط على الفيسبوك من قبيلة، وأنا نشوف كل واحد يهبط في دبارته وكل واحد شنو طيبه اليوم شنو ما طيبوش الدبارة وحكاياتها، وهذا الكل باش تودكم بيها طبعا. زاد نرمين المالك اللي باش تطل عليكم نص نهار، احنا موصلين معاكم ما تخافوش وتقولوا شي خليونا طوال، لا موصلين معاكم حتى نص نهار. كابا فيم تتمنى لكم